استفاد أزيد من 2400 مسكن بمختلف المداشر الجبلية لبلديتي بوحاتم وترعي بينان في ميلا من الربط بالغاز الطبيعي، وأكد والي الولاية مصطفى قريش بالمناسبة على ربط 20,000 سكن إضافي قبل نهاية السنة الجارية. التغطية لمحمد الصادق مقراني. طلع يدك طلع يدك طلع طلع يدك طلع يدك احكم ما زال رانا نكملوا في عمليه تاع الغاز لكل القرى والمداشر تاع ولايه ميلا، وعهدناكم باللي اخر ديسمبر 30 ديسمبر يكون عندنا 20,000 سكن دخلنا له الغاز. اليوم راه عندنا تقريبا 2338 اللي اليوم حلينا لهم عطيناهم الغاز، وهما 1206 لبوحاتم و 1132 لترعي بينان، المجموع هو 2338 عائله دخلنا لها الغاز. ومازال رانا نتبعوا في العمليه تاعنا اللي قلنا بلي من اجل شتاء دافئ. راكم تشوفوا كل يوم ندخلوا للدار نقولوا شحال عندك مقاطع غاز، يقول لك عندي 20 عندي 11 عندي 15. اذا في كل بيت غادي ندو زوج ثلاثه قرع ما يسلفوهم لنا ونطلعوهم للجبال وين الناس مازال ما لحقنا لهمش الغاز، باش ان شاء الله يا ربي الليفر هذا الشتاء هذا يفوت دافع. ابني اذا شو الفرحه ديال الغاز اليوم تا وليت نكمس ابني كوسلت اليوم، بس احنا حينا الدنيا، احنا اليوم باه لحقنا للجنه والجنان طاير بينا دي رجالنا دي عاشوا وبارك الله فيهم. من بعد الاستقلال مدة سنين الغابة هذه البرودة المعاناة تاع البرودة جدا، الثلوج الشهر هذا ان شاء الله ربي يمطرها ما تقدرش تطلع.